مسلسل البخيل وأنا، تدور الأحداث حول عوض تاجر الشنطة شديد البخل الذي يجمع المال ويمنعه على أهل بيته، ليضطر أولاده إلى العمل على الهروب من حرمان الأب وبخله، فتتزوج الابنة من رجل غني في عمر والدها، ويحاول كل من شقيقها تحقيق أحلامهما بعيداً عن الأب. المسلسل من تأليف فريد شوقي وإخراج حسين عمارة، وإليكم أبطال المسلسل بعد 34 عاماً. Thank you.